إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إن الناس في كل زمان وفي كل حال يسعون إلى تغيير أحوالهم من الأحسن إلى ما هو خير وأفضل، بل أنهم من أجل ذلك لربما يكابدون الصعاب والمشاق ويعرضون حياتهم للمخاطر، وقد يبتعدون عن أهاليهم وأولادهم زمنا طويلا، وأنهم حتى قد يفارقون البلاد بها وأهلها. من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل حياتهم، من أجل تحسين حياتهم وتحصيل أموال تزيد في رفاهيتهم. لكن أيها المؤمنون، كلنا ذاك الإنسان، كنا مقللين أو مكثرين، لكننا كلنا ذاك الإنسان. أيها المؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أشراط الساعة شيء يغفل الناس عنه بالرغم من أنهم يرونه ويسمعون به، يرونه ويسمعون به وقد يحصل أمامهم. هذا الأمر الذي قد يفرط أو يضيع عليهم كل شيء، ألا وهو موت الفجأة، موت الفجأة الذي يأتي فيه ملك الموت، يأتي بهادم اللذات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر في هادم اللذات الموت الذي لا يستأذن أحدا، الموت الذي يؤتيه حتى ينبيك ويخبرك بأنك في حياتك قد حصلت ما قسمه الله عز وجل لك من رزق وعمر، وأنك مقبل على ما قدمت للحياة الباقية، وستسأل. الموت الذي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا به، بل حتى بالصلاة كان إذا أقيمت يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع، لأنك لا تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المؤمن، أنت تمشي وأنت جالس وأنت نائم وأنت راكب وأنت مع أهلك،
كم من أناس سمعنا بهم كيف تخطفهم الموت، كيف تخطفهم الموت في نومهم ولم يحس أحد بموتهم، لكنه مات. يروى عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه دخل عليه رجل فقال: من أنت؟ فقال مجيبا بلسان واثق: أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمنع عن القصور ولا يأخذ الرشوة. فقال: إذن أنت ملك الموت. قال: نعم. قال له: فلما لا تذكر الناس أو تخبر الناس أو تشير إلى الناس أنك ستأتيهم؟ فقال له: يا نبي الله، لك خلان وأبناء عمومة. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: أليس هاته تذكرة؟ أليست هاته تذكرة؟ انظروا في حالنا في مسجدنا فقط، كم من أناس تخطفتهم الموت. نعرف لزماننا هذا أين كانوا يصلون. كان فلان يصلي في الجهة هذه وفلان يجلس هنالك، كلهم كانوا معنا، تخطفهم الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يا عبد الله، إذا جاءت الموت فلا طبيب يداويك. قال رب العالمين: كلا إذا بلغت التراقي، بلغت حنجرك أو حنجرتك وصار صدرك يحجرج. وقيل: من راق؟ أين الراقي والطبيب؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل: من راق؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تكذيب المرء ليس بالإيمان أنك لا أو تكفر بالموت أو ما بعد الموت. كفرك بالموت وبما بعد الموت أنك لا تعمل لما بعد الموت. فلا صدق ولا صلى. أيها المؤمن، صلي صلاة مودع، فلا تدري متى منيتك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المؤمن، انظر في حال الموتى، ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبر بحالهم. تصور معي وملك الموت فوق رأسك، كيف ينادي روحك؟ كيف يقول؟ وكل ذلك راجع إلى عملك وصدق نيتك. إما أن يقول لك، يخاطب روحك وهو الآن فوق رأسك: يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي من هذا الجسد الطيب إلى مرضات الله ورضوانه، إلى جنته ونعيمه. أو يقال، ونسأل الله السلامة والعافية: يا أيتها النفس الخبيثة بالجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله ومقته وناره وعذابه. اللهم سلم. أيها المؤمنون، الموت قد يأتي لحظة لا تشعر بها. انظروا إلى حوادث المرور. والله في سفرية كنت فيها
وقد سال مخها وخرج ماتت في وقتها. لكن كيف كانت هذه المنية؟ بدخان، بغناء، بتبرج فاضح. الله الله عباد الله في أنفسنا. فكل نفس ذائقة الموت. وسمعنا عن أناس لربما تجد شابا أو شابة يوم زفافها أو عرسه يقول أحدهما: أصلي لله ركعتين، أصلي لله ركعتين قبل الخروج. فإذا بها تكون السجدة الأخيرة واللحظة الأخيرة. فشتان شتان، صارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، ونسينا بأن الدنيا هي أقرب لنا من شرك نعمنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يأمن على نفسه؟ الموت أقرب منا من شرك النعم الذي هو في أرجلنا، ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. قد جاءت سكرة الموت يا عباد الله، التي كنا عنها نحيد، كنا عنها نحيد، لكنها مصير كل حي، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المؤمن، قلبك فاقد، نفسك زكها، روحك أعن بها، حياتك اجعلها لله رب العالمين. فإذا جاءت منيتك، جاءت منيتك، خرجت روحك من جسدك وهي يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي من الجسد الطيب. فتخرج، تخرج كخروج القطرة من فم السقاء، فرحة بلقاء ربها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تبكي فاطمة رضي الله عنها، تبكي على أبيها فتقول: يا كرب أبتاه. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فقد ارتحق بالرفيق الأعلى. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فمن ذا الذي يا عباد الله يفكرنا بالآخرة، الذي يفكرنا ويذكرنا بسكرات الموت؟ وما أدراك ما سكرات الموت؟ لما كان صلى الله عليه وسلم يرفع الماء على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، يضيق الصدر ويصعب التنفس، يكشف عنك الغطاء، فترى الملائكة والجن والشياطين، ترى أهلك محيطين بك، لكن لا يقدرون على شيء. لا ملك ملك، ولا حاكم حكم، ولا غني مسك مالا، ولا قوي اعتز بجسده، ولا ضعيف ولا
أيها المؤمنون، رؤيتنا للقبور قلوبنا غفلت عنها لأنها تراها أعيننا، لكن كيف حال من في بيت الدود؟ كيف حال من في بيت الضمة؟ يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحياء أم أموات؟ فأينا الحي وأينا الميت؟ فإذا ماتت القلوب وانعدمت الضمائر وطغت النفس وشهواتها، فأين الحياة؟ أين لذة الحياة؟ إنها بالله ولله ومع الله، ولهذا ستموت بها إن حييت بها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يأتي ذلك إلا لمن أقام حياته عليها. فربك ليس بظلام للعبيد. اللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ربنا لا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم ربنا عند حضور ملك الموت إلينا فاجعله يا ربنا من الذين يقال لنا يا أيتها الروح المطمئنة اخرجي إلى رب راض غير غضبان. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وعافنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة والفردوس الأعلى دارنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع إخواننا وآبائنا وأحبائنا يا رب العالمين. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم اجعل بلدنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أنعم علينا يا ربنا بخيراتك وبركاتك، واجعلنا من الشاكرين. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم عاف مبتلانا يا أكرم الأكرمين. اقض الدين عن المدينين يا غني يا كريم. اللهم رد بالسلامة الغائبين يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.